ما يزال الإنسان بأمانته الشديدة لله بيقدر يقدم نموذج فريد يستحق من أجله أن يكرم على مستوى الله وليس على مستوى واقعة لكن على مستوى التاريخ بطول عرض. دانيال اتواجه مع حادث زي ما كل واحد فينا بيتواجه مع حوادث. هذه الحادثة هي أن تكون أمين لله أو لا تكون. ثم ده مضاف إليه التحدي. أن تكون أمين لله ده يساوي موتك أو لا تكون وتنجو بحياة. بس قصة بعاد مرة مع دانيال ومرة مع ثلاث فتية ومرة مع هذا وذاك إلى آخر. هي قصة بعاد. كل هؤلاء الناس كانوا ناس عاديين جدا. هذا معناه إن إنسان عادي لكن يمكن إنه يصبح في يوم من الأيام الأداة العظيمة اللي بيعمل بيها الله حاجة تخلد على مدى التاريخ. وده ثمرت إيه؟ ثمرت مواجهة التحدي. أن تكون أمين لله تساوي الخسارة، وأن تخون الله تساوي المكسب الإنساني الزمني. أن تكون أمين لله هذا يساوي الموت، أو تخون الله هذا يساوي النجاة من الموت. وعليك أنك تختار مين دريان بيك. يعني فلو أنت مريت بموقف وسط التحدي ده، مين دريان بيك يا عم؟ مين دريان؟ أنت كنت أمين ولا مش أمين؟ اللي دريان بيك الله المسؤول هنا إنه يظهر كالنور برك وحقك كالظهيرة حادثة حصلت بينك وبين الله سرا ولا رقما. اوعى تتخيل انها ستنتهي سرا ولا رقما. من غير ثلاث قوت ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك. دانيال عاش حادثة عادية في حياته. مرات دي جب الاسود بجد ما عادش فيه جب اسود، لكن فيه جب اسود تاني، فيه اسود بشرية. زمان كان فيه بيحط بولس في السجن، المرة دي فيه سجون نفسية. دقوا علقة بالعصي، المرة دي فيه لطمات بما هو أحد من العصي. لسانهم قبر مفتوح. هي قصصية هيها، تاريخ هو هو، حوادث هي هيها، نفس الحوادث ونفس الأساليب بعدها ونفس التحدي. أخذه على جبل عالي وأرى جميع ملك العالم ومجدهن في لحظة من الزمان، وقال له قد دفع إلي كل هذا وأنا أعطي لمن أشاء رئيس هذا. إن قررت وسجدت نفس القصة بعينها، نفس التحدي. المرة دي مرة العالم، مرة المملكة، مرة عربية، مرة فلوس، مرة كرامة، مرة سمعة، مرة صفقة، نفس القصة. بس في حاجة تهمة بحاجة ما تهمش، يعني في اليوجع. نفس القصة معادة. اللي أنا عايز أقوله إذا كان دانيال نفسه قال الفهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين البر كالكواكب إلى أبد الدهور. رب يسوع لنا حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أمين. يا أحبائي سوف يأتي يوم ينتهي في هذا الزمان الفاني، ونتجرد من جميع ممتلكاتنا الجميلة وسياراتنا الفخمة الأنيقة وفلوسنا وأكلنا وشربنا ولبسنا ومكانتنا ومركزنا، ونجرب من كل ما هو في العالم لأن العالم نفسه سيزول. كل هؤلاء الناس اللي كنا بنكرم في عينهم حياة في الطابور معانا زيهم زينا لن يكونوا ذلك كبير ولا صغير. سوف يأتي يوم ينتهي في هذا العالم الفاني بكل ما فيه من إكرام ومزلة، من جروح ومن تعزيز، من مهانة ومن تمجيد. سوف يأتي يوم ينتهي في هذا العالم الفاني بكل خداعاته وتضليله وأبواقه المزيفة وأصواته الكاذبة الخادعة. تنتهي كل هذه الأشياء ويبقى شيء واحد. هذا الشيء الواحد هو أن يكون المدح لكل واحد من الله. وفي ذلك الوقت الذي فيه تنتهي تماما كل هذه الأشياء، حينئذ يستعلن مثل النور بر الأبرار ويضيئون إلى أبد الآبدين. النهاردة كل اللي خان المسيح وضعوا أو تراجعوا كسبوا مكاسب حقيرة هتنتهي، أو توهجوا بمجد هذا العالم توهج زي نار السبرتو لمدة دقائق وينتهي. ولكن اللي خسروا من أجل المسيح وتعبوا من أجل المسيح وقدموا من أجل الأمانة دي، لما حيضيئوا في الزمان الآتي حيضيئوا إلى أبد الآبدين. هتروح السماء وهتشوف كده دانيال أهو، إبراهيم أو الآباء أهو، موسى أهو، بولس أهو، وهتشوف كل واحد تاب كان أمين ب
بيضيء كالشمس في ملكوت أبيه إلى أبد الأبدين. خلونا نطلب الأبدي، نطلب الآتي، نطلب الذي لا ينتهي. إن كنتم قد قمتم مع المسيح نطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا ما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم مع المسيح وحياتكم مستدرة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في الله. ليست حياتنا هي هذه الأيام وحدها، لأن سيرتنا نحن هي في السماويات التي ننتظر منها مخلصا هو المسيح الرب الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليصير على صورة جسد مجده بحسب قدرة عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، اهتموا بالأبدي لا بالفاني. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون. إذا أردت أن تساعد في استمرار هذه الخدمة يمكنك أن تدعمنا عن طريق إرسال شيك على صندوق بريد 122 المقطم، أو التبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.